ولنقاش ملف إجراءات مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب بالتحريض والتمرد أمام الكونغرس، ينضم إلينا عبر سكايب الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية أسامة أبو رشيد من واشنطن. أهلا بك. أهلا وسهلا. بعد اقتحام الكونغرس الأمريكي، كيف تفسر دعوة المجلس للانعقاد رغم الإجازة؟ يعني هي طبعا الديمقراطيون يريدون الاستعجال في بعزل الرئيس، وذلك لإرغام مجلس الشيوخ لكي يبدأ بإجراءات إقالة الرئيس. فعندنا الآن مرحلتان، مرحلة العزل ستتم ب50+1، بمعنى أنها ستمر لأن الديمقراطيون هم الأغلبية وعندنا 6 أعضاء على الأقل جمهوريون قالوا سيصوتون معهم، ثم تذهب إلى مجلس الشيوخ، ولن تذهب إلى مجلس الشيوخ قبل 19 من هذا الشهر، أي قبل يوم واحد من تنصيب بايدن. والإجراءات ستستمر ما بعد تنصيب بايدن، يعني بعد أن يخرج ترامب من الرئاسة. والهدف هو عند الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين هو إن أدين دونالد ترامب في مجلس الشيوخ حتى بعد رئاسته فسيكون هناك تصويت آخر. الإدانة تحتاج إلى 1/3 المجلس الشيوخ، مستبعد، ليس مستحيلا، مستبعد، لكن إن أدين فعندها يمكن للجمهوريين يمكن أن يكون تصويت آخر ب50+1، أي أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، لمنعه من الترشح في المستقبل، وبهذا يتخلص الحزب الجمهوري منه، لكن لا يوجد توافق جمهوري على التخلص منه. في حال حدوث ذلك ومحاسبة ترامب، وهي المرة الرابعة في تاريخ الولايات المتحدة التي واجه فيها رئيس أمريكي محاولة العزل، كيف سيكون موقف الحزب الجمهوري أمام أنصاره بعد كل ما حدث في الفترة الماضية؟ نعم، هناك الآن وجهتان نظر. وجهة نظر تقول أنهم إن تخلصوا من دونالد ترامب الآن فإنه بعد سنوات سيستعيد الحزب عافيته وسيتخلص من هذه الوطأة الثقيلة التي يمثلها دونالد ترامب وقاعدته اليمينية المتشددة جدا. هذه وجهة نظر يمثلها ماكونيل الآن، ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية اليوم، في 20 سيكون زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ. هناك وجهة نظر أخرى تقول أنه لا، حتى أنه إذا حاولنا أن نصطدم بترامب وقاعدته الانتخابية فإننا سنخسر قاعدة واسعة جدا داخل الحزب الجمهوري، والتي أيضا تمكن الحزب الجمهوري من أن ينافس في الانتخابات العامة. وهؤلاء يقولوا انظروا، هو جاء ب74 مليون صوت وأفادنا كثيرا. هناك من يقول نعم، لكن ليس كل ال 74 مليون صوت الذين صوتوا له مع أسلوبه، يعني هم ضد الاقتحام وضد أسلوبه لكنهم كانوا أيضا يصوتون للجمهوريين. فهي مدرستان. عندنا رأي ثالث يقول تخلصوا من دونالد ترامب عبر منعه من الترشح في المستقبل أم لم يتخلصوا منه، فإن ترامب سيبقى يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة داخل قواعد الجمهوريين، وقد يتجه إلى تشكيل حزب آخر، أو أنه قد يسعى إلى دفع بمرشحين محسوبين عليه في داخل الحزب الجمهوري لاستعادة السيطرة عليه مرة أخرى. إلى أي مدى تظن أن ترامب يمكن أن يلجأ للشارع مرة أخرى بعد تنصيب الرئيس الجديد وتحريك الشارع ضد بايدن؟ يعني منطقيا لا أظن أنه سيفعل ذلك، لكن مع ترامب لا يمكن التنبؤ بردود أفعاله ولا يمكن التنبؤ بتحركاته. منطقيا بعد الذي جرى ويعني اقتحام الكونغرس، والآن هناك حديث عن أنه قد توجه له تهم جنائية بعد أن ينهي رئاسته، وهناك حديث أنه قد يعفو عن نفسه وسيعفو عن أولاده الآن، وبعض أولاده مثل دونالد ترامب جونيور تورط في عملية التحرير. أظن أنه سيتردد كثيرا، لأن مسألة العفو سواء عن أولاده مسألة سياسية صعبة، بمعنى آخر أنك تقر بذنب، ومسألة العفو عن نفسه مسألة دستورية لم تختبر في أمريكا، أن الرئيس يعفو عن نفسه. هناك رأي لوزارة العدل في عام 74 في وقت إقالة نيكسون أنه لا يجوز لرئيس أن يعفو عن نفسه دستوريا. هذه مسألة لم تختبر إلى الآن، لأن النص الدستوري مطلق لكن لا يقول تعفو عن نفسك. فأظن أنه سيتردد كثيرا في أن يثير أو يفتعل هو شخصيا أزمة أخرى، كي لا قد لا تدخل في نطاق العفو، يعني قد يعفو عن نفسه اليوم وثم يكون عندنا أحداث غدا، فقد يتردد في ذلك.
أن يفعل ذلك، لكن في كل الأحوال مع دونالد ترامب لا يمكن الحسم باتجاه معين، خصوصا وأنه قد يستطيع أن يحرك القاعدة عبر يعني إشارات وتلميحات وخطاب ضمني، ليس بالضرورة خطاب مباشر كما فعل في المرة الماضية. فلا يمكن الجزم أين يتجه دونالد ترامب. هذه شخصية غير سوية، وشخصية تتحرك بغرائزها، لا تتحرك بحسابات المنطق والعقل. ما تزال محاولته مستمرة أستاذ برشيد على محاولة مخاطبة الرأي العام، خاصة بعد حجب يوتيوب لقناته وتعليقات في هذه القناة بتهمة التحريض على العنف. ماذا يريد ترامب من الرأي العام، وماذا يريد أن يقول لهذا الرأي العام؟ يعني هو لا زال مصرا أنه لم يخسر الانتخابات. مشكلة دونالد ترامب أنه لا يستطيع، لا يقبل، شخصيته، تاريخه، تنشئته، نفسيته لا تسمح له بالاعتراف بهزيمة أو فشل، وهو هذه هي المشكلة الرئيسية. ولا يستطيع أيضا أن يتصور أنه فجأة بين يوم ليلة وضحاها سيغدو دون سلطة ودون أن يكون هو مركز الاهتمام، والذين كانوا يتملقون له ويتذللون له ويحاولون إرضاءه فجأة يتمردون عليه. يعني اليوم مثلا رئيس الوزراء الإسرائيلي يزيل صورة له مشتركة هو مع ترامب عن تويتر. فدونالد ترامب شخصية نرجسية، وهذه قضية يعني هي التي تضغط على نفسيته الآن. وهو يرى أنه 74 مليون صوت، هذا ليس رقما سهلا، هذا أعلى من الأصوات التي حصل عليها باراك أوباما عام 2008، 68 ونصف مليون صوت، وكانت أعلى أصوات شعبية في تاريخ الرئاسة الأمريكية منذ تأسيس الجمهورية. فهو لا يستطيع أن يفهم كيف أنه أنا أحصل على 74 وأخسر، لكن بايدن حصل على 81. منطقه طيب، هو حصل عليها لأنه كان هناك انتخابات عبر البريد، ناس كثيرين صوتوا لبايدن عبر البريد، لكن أيضا المنطق المقابل أنك أنت فشلت في إدارة جائحة كورونا في أمريكا وأصبحت البؤرة العالمية لتفشي هذا الوباء. فهناك الكثير من النقاط، لكن لشخصية غير سوية مثل دونالد ترامب من الصعب عليه أن يقبل بشيء اسمه هزيمة. هل ننتظر مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة، وخاصة بعد إعلانه أنه لن يكون في عملية التنصيب الرسمي؟ يعني مرة أخرى لا يمكن استبعاد أي شيء. الآن عندنا FBI تقول، أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أصدر تحذيرا أن 50، أن الولايات المتحدة أو الولايات الخمسين ستشهد مظاهرات مسلحة في عواصمها، كل عاصمة ولاية ستشهد مظاهرة مسلحة بما في ذلك واشنطن، وقد يكون هناك أعمال عنف. بل إنه رئاسة هيئة الأركان الأمريكية في الأمس أصدرت بيانا للقوات بأنهم أقسموا على الحفاظ على الدستور وعلى الحفاظ على القيم والدفاع عن قيم الولايات المتحدة والدفاع عن الدستور الأمريكي. نعم. وحذروهم من أن أي يعني إخلال بهذا أو نكث بهذا القسم سيكون له تداعيات قانونية. الآن سينشر 20,000 جندي في واشنطن. المفاجأة أن 20,000 جندي سيخضعوا لفحص خلفياتهم الأمنية والفكرية والسياسية، بمعنى أن هناك تخوف من أن يكون هناك فعل من داخل القوات المسلحة أو جندي. هذه حالة غير مسبوقة في العصر الحديث أمريكيا. يعني لا أريد، كان عندنا حرب أهلية في القرن 19. فاليوم كل هذه المعطيات، يعني لا يمكن أن نقول أنه لن يحصل شيء، ولا يمكن أن نقول أنه سيحصل شيء، لكن الوضع الحالي هذا بحد ذاته، أن تكون دولة بعراقة الولايات المتحدة وعراقة مؤسساتها ورسوخها غير قادرة على التنبؤ بما سيجري من هنا حتى يوم التنصيب أو يوم التنصيب في العشرين، هذه بحد ذاتها تعطيك يعني إطلالة على حجم الأزمة وعمق الأزمة الموجودة اليوم في الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لكم أسامة بورشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، حدثنا عبر سكايب من واشنطن.